طيب عامر ابن فهيرة رضي الله عنه، عامر له مواقف عظيمة في بدايات الإسلام كما سيأتي إن شاء الله تعالى. يكنى أبا عمر واشتراه أبو بكر واعتقه، هو مولى أبي بكر رضي الله عنه. أبو بكر عنده جهاد عظيم في الدعوة، دعا بلسانه ودعا بماله وأعتق رضي الله عنه، وجاهد وحافظ على الدين بتوفيق الله له، وحارب أهل الردة، وكان رجلا أسيفا بكاء، وكان رجلا عابدا رضي الله عنه. طيب اشتراه أبو بكر وأعتقه قبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، فكان من المستضعفين يعذب بمكة ليرجع عن دينه، يعذبوه. وشهد بدرا وأحدا وقتل يوم بئر معونة سنة 40 من الهجرة، وهو ابن 40 سنة، يعني قتل في السنة 4 وهو ابن 40 سنة. طيب قال العلماء بالسير: طعنه جبار ابن سلمى أو سلمى فأنفذه، فقال عامر: فزت والله، فزت والله، يعني لمن طعنوا الطعن مرقت بالجهة الثانية. شوف في شدة الطعن قال فزت والله، وده يؤكد الحديث الذي في السلسلة الصحيحة أن الشهيد عند الموت لا يشعر إلا كقرصة نملة، أما باقي الناس الموت شديد. قال تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق، سكر ذهاب العقل، ذلك ما كنت منه تحيد. الموت فيه ألم شديد، نفس الضائر والجسد والعين إلى آخره، العيون، والإنسان يتألم أشد الألم، كما قال ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم، قال: والآلام والشدة التي تكون في الموت لا تعدلها آلام الدنيا. ألم شديد، أنت شايف الميت ذكر، أنت شايفه راقد وبجر في النفس وفي المكيف وركب الذي رباط، أنت ما جايب خبر هو بيتألم كيف. تخيل الروح دي بمرقوها، شوف أعصاب الجسد. والله قال: والنازعات غرقا إغراقا في النزع، والناشطات نشطا. والله سبحانه وتعالى قال: كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق، من راق يعني من يرقيه، من يشفيه، وظن أنه الفراق. والموت ده يا جماعة غير ألم الجسد، الزول بيكون خايف. تخيل انت ماشي لعالم تاني، والعالم ده سنين بينبهوا فيك بتمشي للعالم ده، صلح بكذا وقدم كذا، والغلط الغلطه نتراجع كذا واعمل كذا واتزود بكذا وكذا وكذا وكذا. هذه المدة فيه هجمة، انت ملائكة جوك معناها، بس تخيل زول خش امتحان، انا قاعد بتخيل الموت ده كده، زول خش امتحان الليل كله مساهر بيقرا، اي مساله في الماده اللي هم ممتحن فيها ضبطها تمام، ضبطها يعني عارفها ما جاهل بها، وحافظ التعاريف وعارف المسائل والاسئله المباشره والاسئله اللي فيها خيارات والقائمه وكل المسائل ضابطه، وخش الامتحان مساهر الليل كله، فتح الامتحان فيه 4 أسئلة، أي أسئلة يقرأ يفرح يقول دي سهلة كلها راجعتها، يبقى الأجوبة كلها هو شنو؟ عارفة، لكن هو مساهر بالليل ولقى القاعة باردة، قال والله كأن أخذ لي تكية شوية وأقوم، امتحان ده موية ساهر، قام نام بالصحة كذي لقى فاضل 5 دقائق،
والورقة أسئلتها شنو؟ كثيرة. هو عارف الأجوبة كلها، ولو ما عارف معليش عارف الأجوبة كلها، بدأ يكتب المراقب يجيه يقول لي أنا عارف خليني أتم، يقول لي لا الزمن تم، يقلع ورقته ويمشي. يجي في النتيجة يلقى نفسه جايب أقل من شنو؟ نص النمرة، وهو كان عارف الأجوبة شنو؟ كلها، لكن بدل يصبر صاح ساهر. كان تصبر شوية بس تتم الامتحان ده ثاني نوم من القاعة ولا قدام ما بزول ساهر. ولذلك الإنسان في الموت ده بتجي فجعة، أنت في الموت ملك الموت ده جاي يشايل روحك زي المراقب ده داري يشيل الورق، وأنت لما يجوا يشيلوا روحك عارف لو قبل تبت كان الذنوب دي كلها نطفت، ولو صليت واستغفرت وعملت الأعمال الصالحة كان حسنات كثيرة، لكن أنت ضيعتها وفرطتها. شكي الله قال في القرآن حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، ليه؟ حاجة واحدة بس قال لعلي أعمل صالحا فيما ترك بس. طيب لما طعنه جبار طعن عامرا رضي الله عنه قال فزت والله، قال ابن الجوزي أما قوله فزت والله قالوا بالجنة، فأسلم جبار. الزول الطعن لما سمع قال فزت طوالي شنو أسلم، لأنه قال موت بعد فوز معنا الناس دل دريب صح أسلم. قال ولم يوجد عامر، يعني لم يوجد جسده. قال عروة ابن الزبير يرون أن الملائكة دفنته. وهنا في نهاية الترجمة قال عن الزهري رحمه الله فبلغني أنهم التمسوا جسد عامر ابن فهيرة فلم يقدروا عليه، قال فيرون أن الملائكة دفنته. ونحن يا جماعة كلام زي ده ما لم يثبت في الكتاب أو السنة لا نقول به، أي شيء غيبي الزول ما بشيله شنو بمجرد الاجتهاد، وإن كان المجتهد عالما عظيم العلم كهؤلاء كعروة ابن الزبير ومن الفقهاء السبعة، وكمحمد ابن شهاب الزهري هو من قرناء الإمام مالك رحمه الله ممن هو في زمن من العلماء، ومع ذلك لا نأخذ مثل هذه الأخبار إلا إذا وردت في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يكفينا أنه قتل شهيدا. وإن لم تأخذه الملائكة فإن الشهداء كما ذكر الله تعالى عنهم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين. خير زول مات وفرحان، فرحان وبعد الموت فرحان، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، يعني هم فرحانين ودارين ذلك يجون لأنه خلوهم في أرض المعركة، دارين يجون يشوفوا شنو الشافوه من النعيم والكرم إلى آخره. من أعظم المناقب لعامر ابن فهيرة رضي الله عنه ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل فمكثا فيه ثلاث ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر ويدلج من عندهما بسحر، يدلج يعني يمشي بالليل في الدلجة بسحر، يعني وقت السحر يدلج عبد الله بن أبي بكر منهما. قال ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم أو منحة فيريحها هذه المنحة أو المنحة عليهما، الرواح وقت الرواح، يعني لما نيجي قريب المغرب وقت الرواح يأتي باللبن ويقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم ولي
أبي بكر، قال حين تذهب ساعة من العشاء فيبيتان في رسل، في رسل وهو لبن منحتهما، قال حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس، يعني قريب الصبح أو مع الصبح، يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. فكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويخدم أبا بكر رضي الله عنهم جميعا.